بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على المزمل السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته الأرض والسماء، السلام على من ذريته الأزكياء، السلام على قتيل العبرات سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي عبد الله الحسين. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. إخوتنا وأخواتنا في الله، يا عشاق الحسين عليه السلام، عظم الله أجوركم جميعا وأحسن الله لكم العزاء بهذا المصاب الجلل. في هذه الليلة الأليمة من ليالي شهر محرم الحرام، نلتقي بكم في رحاب الخيمة العاشورائية بأركانها الثورية المختلفة، تأسيا بمصاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام، واقتداء بنهجه الأصيل في مقارعة الطغاة والمستكبرين. نجتمع هنا أمام منبر التعبئة لأن ثورة الحسين باقية في عقولنا، مشتعلة في صدورنا، حرارتها لا تبرد أبدا عاما إثر عام، فهي صرخة أزلية بوجه الطغاة. فمن صرخة الإمام الحسين عليه السلام بوجه يزيد بن معاوية عليه لعائن الله، نطلق صرخة الثائرين ونقول إن حمد بن عيسى رجل فاسق، هدم بيوت الله وانتهك الأعراض وقتل النساء والرجال والأطفال وعذب العلماء وسجن الحرائر، وهيهات أن نقبل به حاكما علينا ومثلنا نحن الثوار لا يمكن أن نعقد البيعة لمثل هذا المجرم الزنيم، وهيهات أن نعطيه بأيدينا إعطاء الذليل. يا عشاق الإمام الحسين، إن يزيد عصركم حمد بن عيسى يضعكم أمام أمرين ويخيركم بين خيارين، إما أن تقبلوا به حاكما عليكم وتقبلوا بالفتات وبحياة الذلة والعار، وإما أن يكون مصيركم القتل والسحل في الشوارع. إنه يخيركم بين السلة والذلة، فما هو ردكم عليه يا أحرار ويا حرائر؟ ما هو ردكم عليه يا ثوار البحرين؟ هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات.
ختاما وصيتنا لكم يا أبناء شعبنا العزيز أن تتواصوا بالحق وتتواصوا بالصبر، فلا تقبلوا أن تشرذم صفوفكم، أن تشرذم صفوفكم، كونوا كالجسد الواحد في مواجهة عدوكم، تمسكوا بنهج الحسين عليه السلام، ففيه صلاحكم وخلاصكم من جور الطغاة، وثقوا بالله أن نصركم قادم لا محالة، وما النصر إلا من عند الله. السلام على من غسله دمه ونسج الريح أكفانه والتراب كافوره والقنا الخطي نعشه وفي قلب من والاه قبره. السلام على الجسم السليم، السلام على الشيب الخضيب. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير 4/6/2013 بلدة سار البحرين المحتلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والأخوات الأكارم، أهالي بلدة سار المرابطة في رحاب الخيمة العاشورائية، وبعد التوكل على الله الملك القهار يطلق الائتلاف بعض الفعاليات الكبرى ويؤكد على فعاليات التعبئة في موسم عاشوراء. أولاً ندعو عشاق الحسين عليه السلام للمشاركة في موكب شهداء الثورة ليلة غد في بلدة المصلى، وموكب الطفل الشهيد ليلة السبت في بلدة الراز المرابطة تخليداً لذكرى الشهداء. ثانياً نهيب بجماهير شعبنا المشاركة الواسعة في مراسم زفاف قواسم البحرين في ليلة 8 من المحرم، تأسياً بالقاسم بن الحسن وتخليداً لذكرى الشهداء الأبرار. ثالثاً رفضاً للاحتفالات الخليفية بعيد جلوس الطاغية، نعلن عن الفعالية الكبرى تحت شعار يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد، وذلك يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل. رابعاً إحياءً لعيد الشهداء الأبرار الذي كتب بدم هاني الوسطي وهاني خميس، وتخليداً لذكرى شهداء البحرين كافة، نعلن عن التظاهرة السنوية الكبرى وسط العاصمة البحرينية المنامة يوم 17 من ديسمبر المقبل، فكونوا على الموعد يا شعب الشهداء. خامساً نهيب بجماهير شعبنا بالجهوزية العالية لاستقبال العام الثوري الجديد 2014، والتاهب التام للفعاليات الكبرى في الذكرى السنوية الثالثة للثورة يوم 14 من فبراير المجيد، ليعلو هتاف الواثقين إلى عنان السماء، ليعلو هتاف الواثقين إلى عنان السماء، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى النصر. سادسا نؤكد أن ميدان الشهداء هو موعدنا القريب بإذن الله، فلا تنازل
عن العودة لميدان الشهداء وإقامة الاعتصام المركزي الداعم للثورة، وليستعد الجميع للتحرك نحو الميدان في المواعيد التي سوف تحدد لاحقاً. وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف ثورة 14 فبراير